اهلا بيكم. المرة دي احنا هنحاول نشوف ازاي بنحل المشاكل. في المحاضرة اللي فاتت اتعرفنا على مشاكلنا او بعض المشاكل او بعض الحاجات اللي بتسبب لنا اجهاد وبتسبب لنا تعب. المرة دي هنشوف ازاي احنا ممكن نتعامل مع المشاكل المختلفة باساليب مختلفة. يمكن برضو تفتكر آخر فيديو كلمنا فيه مع بعض، حاولت أنت تطلع بعض الحلول لمشكلة أو أكتر من المشاكل اللي بتقابلها في حياتك، وحاولت تشوف هتعمل فيها إيه. طيب، سواء عرفت تلاقي لها حلول أو ما عرفتش تلاقي لها حلول، تعال نشوف مع بعض إيه اللي ممكن نعمله أحسن من اللي فكرنا فيه قبل كده. الحقيقة هنا هنروح على ما يسمى بالـ Problem Solving Styles. خلي بالك، problem solving styles غير problem solving techniques. انا هتكلم معاك على انت بتفكر ازاي، انت بتحاول تحل مشاكلك ازاي. في كتاب اسمه innovation new، كتب واحد اسمه جيف دي جراف. الكتاب ده كتاب لطيف جدا، بيتكلم على innovation وازاي ان احنا نطلع بافكار جديدة وافكار خلاقة في حياتنا. جيف دي جراف قسم الاساليب الأساسية في حياتنا اللي بنحل بيها مشاكلنا اليومية أو مشاكلنا الكبيرة بشكل عام إلى أربع أنواع. قال لك أنت بتحل المشكلة بتاعتك، يا بتحلها عن طريق أن أنت تكونترول اللي بيجرى، يا بتحاول تحلها عن طريق أن أنت تكمبيت مع اللي حواليك، مع الظروف، مع نفسك، أو بتحاول تكولابوريت، تتعامل وتحاول تجيب ناس معاك وتحل بيهم المشكلة، أو بتحاول إن أنت تكريت، تعمل حاجة جديدة ما تعملتش قبل كده، تطلع بأفكار خلاقة، innovation، creativity وما إلى ذلك. طبعا يمكن تاخدوا بالكم إن اسم الكتاب innovation new، فهو أساسا بيتكلم على الانوفيشن. لكن الحقيقة الستايلز، الأربعة ستايلز اللي احنا شايفينهم هنا دول بيتناسقوا كتير مع الشخصيات المختلفة أو أنواع الشخصية اللي بنشوفها في حياتنا. فأنت يا عايز تتحكم في اللي حواليك، يا عايز تتحكم في الظروف، تغير في الطريقة اللي بتتعامل فيها مع الظروف، يا إما أن أنت بتحاول تتعب زيادة، تحط مجهود زيادة، تنحت في الصخر زي ما بيقولوا، يا إما أن أنت بتحاول تاخد رأي اللي حواليك وتطلعوا بحل مع بعض، او تحاول تخليهم يساعدوك في انك تنفذ الحلول اللي انت شايفها احسن، او بتحاول تدور على حاجه ما حدش عملها قبل كده، حاجه ما خطرتلكش على بال، تطلع بفكره كده مجنونه. وساعات الفكره المجنونه دي بيبقى فيها كل الحلول اللي ممكن ندور عليها. دي مقدمه سريعه عن البروبلم سولفنج ستايلز. الفيديو الجاي هنمسكهم واحد واحد وندي شوية اكزامبلز سريعة. الكتاب كتاب جميل، لو تحب تسمعه كله ياريت، هتستفيد منه كتير. لكن لو عايز تطلع بالخلاصة دي اللي هي problem solving styles، يبقى تعالى نتقابل في الفيديو الجاي ونتكلم عليهم بسرعة ونشوف بعض الافكار اللي ممكن نطلع بيها من different styles. وبعدين هنوصل لأهم نصيحة قالها لنا جيف دي جراف في الكتاب ده عن ازاي فعلا ندور على حل مشاكلنا بشكل كويس. اشوفكم الفيديو الجاي.